متابعين الكرام، متابعين موقع بصراحة الإخباري، يعني حقيقي أنا مش عارفة أقول إيه، والأول مرة أكون طالعة لايف وما يكونش فيه كلمات تعبر عن الحزن اللي أنا حاساه دلوقتي. إحنا دلوقتي موجودين داخل حجرة الحاجة صالحة تومة، هي من أبناء محافظة بورسعيد، عايشة في مدينة بورفؤاد، عاشت سنين طويلة جدا هنا في المدينة لحد ما ربنا رزقها بالحج وسافرت، وكلنا تلقينا خبر وفاتها أو ارتقائها للرفيق الأعلى بمنتهى الحزن والأسى. احنا هنا في مدينة بورفؤاد يعتبر كلنا عارفين بعض، ولما بيحصل حاجة كلنا بنتجمع في نفس المكان من غير ما نتكلم كتير. تالي هيبقى يعني زوجها أبلغ حد إن هو يتكلم. احنا قلنا نطلع من غرفتها الأول، المصلية بتاعتها الحاجة الوحيدة اللي هي تركتها هنا في الغرفة بتاعتها لسه متوضبة زي ما هي عاملاها كده، سايباها بإيديها ومشيت ما رجعتش تاني. تعالوا بينا نتكلم مع أستاذ محمود زوجها ونعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع. الرجاء يعني منكم كلكم تترحموا عليها، كانت ست طيبة. يمكن بصوا البيت حطت إيديها والله. أيوة هنشوف كده الزوج هيعرفنا بنفسه وهنشوف الدنيا فيها ايه وهيقول لنا ايه. اتفضل يا حبيبي. طبعا دي سجادة الصلاة بتاعت الحاجة صالحة. عرفنا البقاء بنفسك لله يا يا أستاذ حبيبي. محمود، البقاء ايوه لله. قدام لله. شد حيلك يا بابا. الحمد لله والله الحمد لله. قول لنا كواليس، انا مش عايزاك تبكي. مش هقدر اتكلم بقى بس. لا لا مش طب هقدر. هناخد لا واحدة والله واحدة. ما طب مش معاك. هقدر مش هقدر والله. طب بص يعني خليك معايا، انا بص انا معاك اهو يا استاذ قولي محمود، يا قولي انا معاك معلش. انا عارفه ان الموضوع صعب ومش سهل على اي حد. والله انا فرحان اقسم بالله، ده متى كل الناس تتمناها. بس الفراق 40 سنه، 40 سنه عايش معاها عمرها ما زعلتني بجد بجد، عمرها ما زعلتني اقسم بالله بجد يعني. وهي ماشيه خدتش بالي ان هي بتقول لي ايه، تقول لي سامحني سامحني. ايه سامحك يا بنتي؟ والله انا رحمة راجعة. هي بنتي في ايه؟ قلت لها انت اللي سامحيني، على جايز اكون غلطت معاكي في حاجه، في كلمه معاكي في الكلام ده، اقسم بالله بامانه يعني. ربنا يرحمها يا رب، هي ربنا رحمها، هي في الجنه. ده بتقول لي الناس في العربيه، في العربيه هناك في السعوديه بتقول لهم ما تستنونيش انا راح الجنه، اقسم بالله الكلام ده وصلني مش كلام، والله ما هو كلام، اقسم بالله بتقول لهم انا راح الجنه. الست دي كانت ملاك، ملاك اقسم بالله. 40 انا سنة لو معاك اعرف عمرها ما زعلتك. 40 سنه، 40 سنه اقسم بالله، اقسم بالله انا لو اعرف ان هي تموت الموته دي وربنا بيحبها الحب ده، وربنا انا اللي كنت نمت على نمت تحت رجليها اقسم بالله. طيب عرفت منين حاجة ان هي توفت؟ من فيديو منزلينه مستشفى منى، منى الوادي، مستشفى اسمها منى الوادي. من الوادي في المشاعر سنين. قالوا الاسماء. دكتور طلع وقال، قال يا جماعة اسامي الناس المتوفاه عندنا كانوا داخلين في عنايه مركزه وبتاع، احنا مش عارفين داخله بالاسعاف ولا وقعت في الارض والكلام من ده، ده غير الدوخه بقى اللي احنا داخلينها دلوقتي. يعني غير الدوخه اللي احنا داخلينها دلوقتي. ليه؟ البيه اللي اخدهم اللي اسمه احمد فهيم وبناشد، بناشد عمرو بيه مدير امن الهيئه اللي ماسك في اسمه عمرو، تمام. عمرو هو يعتبر عمرو الكلام ايه؟ وصل وخلاص. عمرو حميد، حميد. بناشده، بناشد سعادتك ان انت تتصرف مع البني ادم ده اللي اسمه احمد فهيم جوه ترسانه بورسعيد البحريه، واللي انا اعرفه ان هو اخواني ورايح جاي على مباحث امن الدوله. ده انا عرفت بعد كده، اتضح لي بعد كده وانا مسؤول عن الكلام ده، مسؤوليه حياتها. انا امنيه حياتي مثلا اجيب كذا، أمنية حياتي بعد ما جبتها أعمل إيه؟ خلاص أنا أمنيتي اتحققت، خدني بقى يا رب. وأمنية إيه؟ أمنية جميلة، كل واحد طبعا بيتمنى إن هو هيروح هناك الحج، والمصريين كلهم
بيحطوا القرش على القرش على اساس ايه؟ ان هم يطلعوا عمره صح. يطلعوا حج. ويعني مصريين جمال يعني بجد، يعني هم اجمل حاجه فيهم موضوع الحجه والعمره والكلام من انت قلت لي كل حاجتها اخذتها معاها يا عم محمود وسابت المصلين. سبحان الله سبحان الله، اخذت جميع حاجتها الشخصيه، جميع حاجتها الشخصيه لمتها كلها، حتى المصحف اللي كانت تقرا فيه بالليل. وعرفكم بقى بجد يعني مش كلام، يعني مش كلام ده، هي بينها وبين ربنا دلوقتي مش كلام يعني مش صوره. اقسم بالله اقسم بالله طول الليل تقرا قران وتصلي، اقسم بالله على طول كده اخش انام انا مغزي، انا اخش الحمام ولا اشرب ولا كده، ابص تلاقي قافله الباب عليها وعماله تقرا قران. يا بنتي نامي شويه يا حبيبه قلبي نامي شويه، مفيش لا لا لا. وتيجي كل يومين تقول لي ايه انا ختمت المصحف. سبحان الله ربنا يوفقك ويصلح حالك. المهم ما بياخدش الا النسي بجد طبعا بجد. قالت هتدعي لكم هناك طبعا، دعيت لي والله بتقول لي كلمتها، انا معايا فيديو بس يعني ايه ده حاجات شخصيه. واقسم بالله معايا فيديو، اقسم بالله. طب ورينا لو هي موجوده. والله العظيم بتقول لي الكعبه حرمه يا محمود، قلبي قلبي يا حبيب قلبي الكعبه حرمه، الكعبه حرمه ورايا هي والله. ايه والله. طب ورينا الفيديو. يعني كلمتها بقى اول ما وصلت وكان في تواصل على طول. على طول على طول على طول. البي بقى انا ده لسه بقى البي ده انا هحكي حكايه. تمام. اللي هو خدهم ورماهم هناك وبتاع والكلام ده. هوريك الفيديو. شوفي الناس كلها والله، الناس كلها بتدعي لها، كل مدرسين بورسعيد حتى، وكل اللي يعني شايفنا دلوقتي بيدعي لها، حتى الناس يعني حبايبي كلهم يصلح حالهم يا رب، ربنا يرحمه يا رب، يا رب ربنا يوسع رحمته يا رب العالمين. والله جماعة مدرسين بورسعيد وفؤاد كلهم اتصلوا بيا. بص كل ده فيديوهات بس انا يعني ايه احتراما ده. دي اخر صورة اتصورتها قبل ما تسافر، صورة الباسبور. لا انا احكي عليها قصص دلوقتي. طيب نشوف الحاجة الأول ونتكلم عشان الكل بيدعي لها. الكل بيدعي لها أهم دلوقتي. الكل بيدعي لها يا ربنا يرحمها يا رب. الناس كلها بتدعي لها. طبعا. الناس ده أنا كنت عامل صوان تحت البيت امبارح، الراجل بيقول لي أنت عامل صوان ليه؟ ده أنت تعمل فرح أقسم بالله، والله العظيم. الناس كلها بيقولوا لي، كل الناس اللي بتكلمني زمايلي ناس كبار يعني وقاعدين في جوامع وبتاع والشعراء وبرفقات، بيقولوا لي احنا بنروح الجامع يوميا وقاعدين عايزين نموت في الجامع، امال دي اللي ميته هناك. وسبحان الله ما اتدفنتش في البقيع، اتدفنت في منى كمان، في منى كمان عشان ما تعرفيش بقى هي تعبت ماتت على الارض، الاسعاف شالها، الناس شالوها. يعني لاخر وقت هي صحتها كويسه وما كانش في اي مشاكل. بص حضرتك عشان الناس ما تقولش يعني عندها سكر ضغط قلب بتاع، ما كانش بتاخد برشامه ريفو ابلونج نوفالجين، ده كان عندها صداع، اجيب لك برشامه تقولي لا لا لا. ما كانتش بتاخد حاجه. الحمد لله كانت صحتها جيده جدا جدا جدا. الحمد لله يعني. هو قدرها وامنيتها يمكن. البي بقى جاب لنا التاشيره بتاعت الزياره. طبعا ب 18000 جنيه وتذكره الطيران ب 14 فاهماني، والباركود ب 3000 جنيه كمان، كل ده كاش. اديته بقى 5500 ريال غير الفلوس دي كمان، 5500 ريال وجيبوه قدامي وانا وهو 5500 ريال. البي بقى وداهم فاهماني، طبعا هم ايه راحوا مكه نزلوا في جدة وراحوا مكة، دخلوا مكة. البيئة قعدهم في فندق أي كلام في طحينة. وراح عامل إيه بقى؟ حتى هي قالت لي، قالت لي محمود ما تتصل بيا، كانت بتتصل بيا يوم في المرة في اليوم مرتين ثلاثة كده. قالت لي هو مقعدنا في فندق أقل بس هيدينا 1000 ريال فرق ووجبة. طب ما أنا مديك كل ده. يعني انت دافع ثمن ده؟ ده انا موديك، ده انا مدي مواصلات هنا لغايه المطار ومن المطار لغايه هنا برضه، يعني بورسعيد رايح جاي المطار. وهناك المواصلات والفندق والاكل والتصعيد قال لي 1200 ريال والتصعيد وايه يا ربي والمخيمات كمان، كل ده انا اللي دافعه.
انا اللي كنت بنزل، كان يتصل بيا وانزل ادي له الفلوس تحت البيت. لكن ما عملش بكل ده خالص. كل ده ما فيش، كل ده ما فيش. تعذبه هناك. تعذبه جدا جدا. اشتكيت لك الحاجة؟ اقسم بالله اقسم. لا ما اشتكيتش. ما كانتش بتقول. عشان ما تشيلنيش الهم. اقول لها شفت يا سرحة، شفت حبيبتي انت تعبت ازاي، بس كانت فرحانة. تقول لي انا فرحانة، فرحانة قوي والله. رغم تعبها كانت فرحانة. قوي قوي والله قوي. فاهماني؟ وبعدين البي بقى يجي طبعا اترحلوا كذا مره وبتاع مش عارف ايه. اترحلوا. سمعنا. ايوه ايوه كان في فيديوهات على النت. اترحلوا اترحلوا الجده. ايوه. والسلطات السعوديه كان بتدفعهم الاجره قبل ما يطلعوا في الترحيل كمان. أيوه. يعني اقول له ايه شوفي بقى لما تركب ب 400 ريال رايح وب 500 ريال جاي. مصاريف تاني. 900 ريال. ثلاث مرات فلوس راحت اللي معاها. انا مغير من البنك 2000 ريال وكان معاها 200 ريال عشان يعني ايه للحق يعني يبقى 2000 وكام؟ 2200 ريال. ال 2200 ريال دول راحهم راحهم. فشافت الدنيا صعبت. هرجع من غير ما حج ده انا موت. فهماني؟ ما اعرفش بقى اللي حصل. البي بقى جاي بيقول لي ايه؟ بيقول له استنى جوز اختي شيع لي 100,000 جنيه وحولهم لي على الانستا انستا باي ومش عارف ايه ال 100,000 جنيه انا صرفتها طلبت مني 1000 ريال وانا عايز ال 1000 ريال. يا اخي خلي عندك ده يعني بعد وفاتها جاي طالب فلوس. ويمين الله لغايه اول امبارح بجحها بجحها لا حول ولا قوه الا بالله. ويمين الله لغايه اول امبارح يعني ده طارق ابني. اقول لك ده والله الله. لو شفته لما موت ابص انا معاش والنبي لما موت. يعني انت عارفين يعني ان ده انفعال. انا عارفه ان ما انا ببلغ السلطات الوقت كده يعني سلطات الهيئه تتصرف معاها. طب تمام. وفي حاجه واحده بس كمان فضل. يعني بالاضافه لتبليغ السلطات نصيحتك بقى. نصيحتك للناس اللي لا 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 الناس نفسها تروح وتزور بامانه يعني الناس نفسها تروح وتزور وانا واحد منهم. أيوه. بامانه الله. لكن ما ترموش. انا لو معايا فلوس كنت رحت معاها. عشان لو الناس بتقول طب ما رحتش معاها ليه؟ لا انا لو كان معايا وفرت لها عشان هي امنيتها فحبيت تحققها لها. عايز اسعدها انت بقى وقت تاني. نفسي اسعدها بامانه الله يعني. فالحمد لله رب العالمين. يعني نصيحتي للناس بجد بجد هتتبهدلوا بصراحه بامانه الله. بهدله اتبهدلت مراتي اتبهدلت بس ما قالتليش والناس كلها بيقول لك اتبهدلوا اتبهدلوا فعلا يعني بجد. يعني شوف بقى لما ما فيش مخيمات وتروح هناك تنام على الجنينه ولا تقعد على الجنينه. ما هي ارض ربنا بقى. هي بتقول ده ارض ربنا وحبيبتي الارض ديت والدنيا ديت. ست جميله والله والله. كل الناس يعني في ناس دلوقتي هتشوفها وهتعلق والكلام ده هتدعي والله العظيم. الناس بتتعلق والله بالميات اهو. مش اسمها صالحة بجد ومصحف ويمين الله. ما اسمها صالحة. هي صالحة فعلا بجد. كفايه كده بقى بصراحه بقى من كتر خيرك. كتر خيرك يا عم محمود. شكرا. انتوا نورتونا بيا فيها. شكرا. طب دي السجادة بتاعت الحاجة صالحة. سجادة الحاجة صالحة يعني. بصوا انا ما عنديش حاجة اقولها ابلغ من اللي انتوا سمعتوه من استاذ محمود. غرفة الحاجة صالحة يعني هو قال لكم هي الغرفة دي اللي كانت بتقعد فيها هنا كانت بتقعد هنا. كانت بتقعد على السرير ده. بتقعد على السرير ده. بتقعد ماسكة المصحف. ماسكة المصحف وكانت بتيجي تصلي هنا والله. هنا بمكاني هنا والله. بتقعد تصلي هنا في المكان ده. لكن اوضتنا احنا جوه. يعني بتقعد قاعدة هنا جنبك. قاعدة جنبك. لا مش قاعدة جنبي. لا يعني قاعدة مكانك. انا قاعد هنا. مكان حضرتك. وهي مكانك. وهي كده. تصلي. بتفرج بالليل بقى على ايه؟ بصراحة يعني. على ماتش كورة على بتاع مش وهي قاعدة. وهي قاعدة مع نفسها. مع نفسها. مش تقول لي مثلا هناكل هات لي فراخ بكرة هات لي لحمة بعده مش عارف. لا لا. مالهاش طلبات. ده الناس بتقول لي أنت قاعد في البيت يا ابني ليه يا ابني انزل اتمشى وبتاع. أنت من ساعتها أنت قاعد في البيت هاك؟ من لما طلعت على المعاش؟ لا من ساعة الحاجة ما توفت؟ من ساعة ما اشتغلت ومن ساعة ما اتجوزت وانا كنت بشتغل طبعا. كنت بشتغل. بس كنت بالليل اقعد في البيت يعني. انا غاوي ان انا اقعد في بيتي
في وسط مراتي وعيالي وحبايبي يعني. ودي اوضه المعيشه بقى اللي انتم مخططين فيها. دي كانت اوضه المعيشه كان قبل ما طارق بقى يتجوز. السرير اللي كانت بتقعد عليه علشان تذكر ربنا وتدعي وقرأت القرآن وختمته قبل ما تسافر للحج، ربنا يرحمها ويغفر لها. النهاردة كنا موجودين معاكم من داخل منزل الحاجة صالحة تومة، احد المتوفيات اثناء موسم الحج، توفت على جبل عرفات، ربنا يرحمها ويغفر لها. سمعت نصيحة من جوزها، بلاش حج غير نظامي، اطلعوا من خلال الطرق الرسمية والجهات الرسمية، ربنا يرحمها ويغفر لها ويتولى زوجها وعيالها يا رب. متابعينا الكرام من مدينة بورفؤاد ومن داخل منزل الحاجة صالحة تومة، بشكركم جدا.